هلا اخي لك بالنسبة انا لاوراقي هاي الطبية التركية دخلت ب 23/11 اخر مرة، وعندي موعد بعد منه بثلاث شهور لازم اراجع. يا أخي هاي إسلام من عمرها أسبوع اكتشفنا إنه معاها مرض بقلبها، مرضها ضمور تشوهات على القلب. خذيناها على الأطباء، خذيناها على الأدلب، خذيناها على باب الهوى، خذيناها على الدانة. كل ما ناخذها على دكتور يقولنا معاها ضمور تشوهات على القلب على الورج الأيسر. حاولنا إنه نعالج هين، ما بيلها علاج هنا، قال يا أما الشام يا أما تركيا، وما أقدر نقطعها لا على تركيا ولا على الشام، ما أقدر نقطعها. نحن عندنا حاليا مرضى كثيرين في حاجة ماسة للدخول لتركيا. عندنا بقسم الأطفال فرضا دخل عندنا على قسم الأورام أكثر من 70 مريض من اللي كانوا عم يتعالجوا في تركيا. قدرنا نستوعب حوالي 30 مريض، بمعنى أنه المرضى نحن قادرين على إعطائهم البروتوكول العلاجي أو متابعة علاجهم، ولكن في حوالي 40 مريض هلأ حاليا نحن مسجلين عندنا موجودين في المنازل ما عم يتلقوا علاج كيماوي، وضعهم سيء، في كثير منهم مهددين بخطر الوفاة. لما صار الزلزال جينا لهون، على جينا على سوريا، صار في انقطاع فترة عن العلاج بسبب الأزمة اللي صارت بتركيا. لما جينا على المشفى وسجلنا صار في انقطاع، وصار في عندي انتكاسي قوي. حطيت $50 حق صورة المسح طبق المحوري اللي كنت أعملها بتركيا مجانا، حطيت حقها هون $50.